يحوت يونس الهادي الأمين، نجيته من غمي وكذلك تنجي المؤمنين. جوف ظلمات ثلاث سطعت كما النور المبين، سبح الكون معه لمن علا وأبدع، فالتقى ما أرواه في قلوب المتقين. قالها في بطني حوت يونس الهادي الأمين. لا إله إلا الله، ما لنا سواه، قالها كل الدعاء عن جميع المرسلين. جاءوا بالتوحيد غاية ورشادا وهداية، نورها في كل آية في طريق العابدين. قالها في بطني حوت يونس الهادي الأمين، نجيته من غمي وكذلك تنجي المؤمنين. كيف ستترك الكاهن ناصريال دون عقاب بعد أن عرفت أنه تورط في محاولة قتلي؟ لن أتركه، ولكني سأؤجل عقابه تجنباً للفتنة. وأية فتنة أكبر مما حدث؟ يا جولدا، أنا قادر على حمايتك. ولابد أن تكون قادراً على عقاب المجرم. لو سجنت الكاهن الآن أو عزلته، سيهون أمر الربة عشتار عند الناس ويلجؤون إلى يونس بن متى ودينه الجديد. أنسيت أن يونس بن متى هو الذي أنقذني من الموت على يد الكاهن خادم عشتار؟ ماذا يضيرك لو قويت شوكة يونس؟ حينها ستقوى شوكتك أنت أيضا، وتستغني عن ناصريال وكل المجرمين أمثاله. لقد ألب يونس الناس علي، جعلهم يتجرؤون ويطالبون بحقوقهم. إذا كانت حقوقهم بالفعل فلتؤديها إليهم. وهل أعطي عامة الناس من خزائن القصر؟ نحن مقبلون على مجاعة كما ترين. لن ينجينا من هذه المجاعة سوى عدلك مع الناس. أنا لم أظلم أحدا. حتى لو كان والدك هو الذي أخذ حقوقهم، فقد ورثت ديونه كما ورثت عرشه. جولدا، لن أسكت حتى أعلم من الشخص الذي يحمي الكاهن الشرير. الشخص الذي علمته أنت وتخفيه عني حتى تحميه من العقاب هو الآخر. يونس بن متى، ادع لنا ربك لنأخذ حقنا من الملك وأمه. قال يونس: أيها الناس، لقد جئت بدين جديد لا يرى الدعاء حلا أصيلا لكل المشاكل، إنما نتوكل على الله فنأخذ بالأسباب ثم ندعوه بالتوفيق. وأي أسباب تلك التي سنأخذ بها لنستعيد حقوقنا المسلوبة؟ قال يونس: تلجؤون إلى القضاء. القضاة كلهم يخافون الملك ويفعلون ما يأمرهم به،
قال يونس: ما ضاع حق وراءه مطالب، وإذا صلح الرعية صلح إمامهم. اتركوا عبادة الأصنام وآمنوا بالله الواحد لا شريك له، يغفر لكم ذنوبكم ويثبت أقدامكم وينصركم على القوم الظالمين. أيها الناس، فليعد كل منكم إلى بيته، وإلا أمر الملك بحبسكم جميعا. أنحبس لأننا نطالب بحقنا؟ إلى متى يستمر هذا الظلم؟ هل يرضي ذلك الرب تعشتار؟ أما أنت يا يونس فجلالة الملك يحذرك بشدة، لا تحرض الناس على معصيته. قال يونس: لا أحرض أحدا على معصية الملك، لقد جاءوني يستغيثون بي ويطلبون مساعدتي في استعادة حقوقهم. ليس لهم أي حقوق. قال يونس: يعلم الملك جيدا ما للناس عنده وعند أبيه الملك الراحل، أخبره بأن يتقي الله في الرعية، فهم يواجهون الآن خطر الموت جوعا، ولو استمر الملك في ظلمهم لن يجدوا ما يبكون عليه. وأخبره أيضا أن خطر الجدب والجوع لن يفرق بين غني وفقير وحاكم ومحكوم، وأن الصنم عشتار لن ينفع الناس في هذه الأخطار. لا فائدة من هذا الكلام، لقد أمر الملك سنحريب بطردك من المدينة، أمامك حتى صباح الغد، فإن بقيت بعد ذلك حكمت على نفسك بالسجن أو الموت. يبدو أن أحداً قد أخبر الملك أنك أنت الذي أمرت الحارس بقتل الأميرة. هذا ما كنت أخشاه. لا تخف، أراد الملك عقابك فحذرته من ذلك حتى لا يغضب الرب تعشتار. عشت لنا يا جلالة الملكة الأم. وأنت أيضاً يا ناصر يال، يجب أن تحفظ غيابي كما حفظت غيابك. ماذا تقصدين يا مولاتي؟ إذا تم التحقيق معك قريباً بأوامر الملك فحذاري، حذاري أن تقول إنني آذنت لك بإذاء الأميرة. لا يا مولاتي، لن أشي بك مهما حدث، أنت ولية نعمتي، كيف أفعل وأنت من تحمينني من عقاب الملك وبطش من حوله؟ حسناً أيها الكاهن، ليبقى الأمر بيننا سراً دفيناً لا يعرفه أحد غيرنا. ليتني ما سمعتك الآن يا أمي، لا أتصور أن تأذني بقتل زوجتي. مولاي الملك، لقد أبلغت يونس بأمر طرده من المدينة، وقد أذعن للأمر وسيرحل فجر الغد. ترى يا أزعية، هل ستحل مشاكلنا بعد رحيل يونس ابن متى؟ في الحقيقة لا أدري يا مولاي، إن أناسا كثيرين كانوا يطلبون منه أن يستسقي ربه لنا حتى ينجينا من المجاعة. أي رب؟ ربتنا أم ربه هو؟ رب يونس يا مولاي، فكيف يدعو يونس ربتنا وهو لا يعترف بها ربه؟ وما موقف الناس من رحيل يونس؟ معظمهم حزين على رحيله حتى وإن لم يؤمنوا بدينه الجديد. شيء عجيب، هل تعرف سببا لذلك؟ ربما لأنهم وجدوا من يونس حلولا لمشاكل كثيرة واجهتهم لم تقدر عليها الربة عشتار. يونس ابن متى، ظننتك غادرتني نوى. قال يونس: أغادرها الآن بأوامر منكم. ما زلت أذكر صنيعك معي عندما دعوت لزوجتي الأميرة بالشفاء فشفيت في الحال. قال يونس: أهذا ما حملك على طردي من المدينة؟ حملني على طردك أن ألبت الناس علي وجرأتهم على طلب حقوق ليست لهم، ورغم ذلك يمكنني أن أساعدك بشرط واحد، أن تدعو الله أن ينزل علينا المطر فيرتفع منسوب الماء في النهر، ونستطيع أن نسقي الزروع والمواشي والناس، وننجو من خطر الجوع والهلاك. قال يونس:
تريدني أن أدعو الله، فأي إله تقصد؟ الصنم الذي تعبدونه فلا يضر ولا ينفع، أم الله الواحد الأحد الذي بعثني إليكم بالحق بشيرا بالخير في حال الإيمان ونذيرا بالشر في حال الكفر؟ أدعو إلهك، ولو كنت على حق فسيستجيب لك وينجينا من الهلاك. قال يونس: أهذا شرطك علي لأبقى في نينوى؟ نعم. قال يونس: فلنتعاهد إذن أمام الله الذي تريدني أن أدعوه لينجيك وقومك من هلاك قريب. على ما نتعاهد؟ قال يونس: إذا دعوت الله فأنجاك وقومك، تؤمن أنه لا إله إلا هو وأنني عبده ونبيه، أتساومني على تغيير ديني؟ قال يونس: لا والله، أنت لست في حاجة إلى مساومتي، فإذا رأيت بعينك أن ربي قد أنجاكم فسوف توقن من نفسك أنه الإله الحق، وإذا آمنت أنت آمن قومك أجمعون، وأصبح إيمانهم في ميزان حسناتك إلى يوم الدين. أنت تطلب مني شيئا صعبا، فليس أصعب على الإنسان من أن يغير دينه وعقائده. قال يونس: ليس أصعب على الإنسان من أن يعرف الحق ثم يحيد عنه، ربما أنذركم الله بالهلاك حتى ينجيكم من الكفر. كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين، يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. اغفر ذنوبنا الكثيرة واجبر قلوبنا الكثيرة، يسر أمورنا العسيرة واجعلنا ربي صالحين. اغفر ذنوبنا الكثيرة واجبر قلوبنا الكثيرة، يسر أمورنا العسيرة واجعلنا ربي صالحين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين، يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. لا
لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين. قالها في بطن حوت يونس الهادي الأمين، نجيته من غمه وكذلك تنجي المؤمنين.